الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قالت اللجنة المالية النيابية إن عدم تطبيق سياسات البنك المركزي والأداء الحكومي المتراجع أديا إلى عدم استقرار سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي. وأوضح عضو اللجنة مصطفى خليل أن البنك المركزي أصدر الكثير من القرارات في وقت سابق، إلا أنها لم تجد نفعا حتى الآن مع ضعف الأداء الحكومي وعدم التطبيق الحقيقي للضرائب وضبط الجمارك وإيرادات المنافذ الحدودية وفقا لضوابط البنك المركزي. أكدت اللجنة المالية النيابية احتمالية تضرر العراق اقتصاديا جراء الحرب الدائرة في قطاع غزة والعدوان الصهيوني على المدنيين. وقال عضو اللجنة النائب مصطفى القرعاوي إن الحرب على غزة ستكون لها تداعيات على أسعار النفط عالميا وزيادة التضخم، ما يعني تأثر تراجع عائدات النفط على العراق، لا سيما مع اعتماد البلاد بشكل كبير على تلك الواردات بتمويل الموازنة. أبدى عدد من أصحاب المحال والنشاطات التجارية الأخرى في منطقة الدورة جنوبي بغداد أبدوا استياءهم من طرق جباية رسوم المهنة والإعلان وغيرها. وأكد التجار أن الرسوم التي تفرض عليهم مبالغ بها ولا تجبى بطرق رسمية، ما يثير مخاوفهم من أن تكون وهمية يستحصلها عدد من الموظفين دون علم دوائرهم المعنية، مشيرا إلى أنهم يتعرضون لمساومات مالية مقابل خفض جزء من مبالغ الضريبة التي لا يعرف إذا كانت تسجل بشكل رسمي أم لا. طالب مربو الدواجن في منطقة النهروان على أطراف بغداد بحل مشاكل هذا القطاع، مبينين أنهم باتوا ضحية تجارة وصفوها بالبشعة تتحكم بأسعار الأعلاف والأدوية واللقاحات وغيرها. وأضاف المربون أن مشاكلهم تفاقمت بفعل أزمة انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار، مؤكدين أن معظم أصحاب مشاريع تربية الدواجن باتوا غير قادرين على تلافي الخسائر التي لحقت بهم، مضيفين أن انخفاض الدينار أمام الدولار أثر على مشاريعهم وتسبب بارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة والأدوية واللقاحات، وذلك أدى إلى هجرة عدد كبير من المربين لهذه المشاريع بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية. تتجه أسعار النفط عالميا نحو تسجيل خسائر جديدة للأسبوع الثاني على التوالي، مع ترك البنك المركزي الأمريكي الباب مفتوحا أمام زيادة محتملة في أسعار الفائدة في المستقبل. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 86 دولارا و91 سنتا للبرميل، في حين سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82 دولارا و58 سنتا للبرميل. وصعد الخامان القياسيان بأكثر من دولارين للبرميل يوم أمس الخميس، ويتجه برنت لتسجيل انخفاض بنحو 4% هذا الأسبوع، فيما يتجه خام غرب تكساس للإغلاق منخفضا بنسبة 3.5%. أما الآن نترككم مع أسعار العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز إلى اللقاء.